النهار الاول غادي نخدمه بارك الله اللهم يرحمه. بارك. الباكور باكور هذا ديال ميلي، ديال ميلي، الجهه ديال عين الرقاده. هكذا هذا المشمش هذا نتاع تافوغلت، هذا برقوق بلدي، هذا الجهه نتاع كافي مور، هذا كاين غير البلدي، هذا ديال الجهه ديال كافي مور، عمره باللحم، اللحم والماء والحلاوه جوده ما شاء الله. هذه راه ابو ناصر، وهذه باكور، هذه باكور الحبه هذو غادي نغرسوهم الحبات ديالها. السلام عليكم خوتي اخواتاتي، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. الان احنا كنتواجدوا عند سي انور في طريق السعيديه، بائع الخضر والفواكه احسن جوده، احسن ما كاين في الخضره وفي الفواكه. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله نتعرفوا على المنتوجات ديالو ونعرفوا البلاصه ديالو فين كاينه بالضبط. بالنسبه للناس اللي غادي يكونوا جايين داخلين المدينه السعيديه، جايين سواء مدينه احفير، مدينه وجده، مدينه بركان، غادي تلقاوه في الطريق قبل ما تدخلوا للمدينه. سي انور السلام عليكم. مرحبا سي سفيان، بارك الله عليك، البركه اليوم ان شاء الله. الله يحفظك يا سي انور، الله يكبر بك. مرحبا. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على واش عندك هنايا. مرحبا سي سفيان، واللي بغى يجي عندك مرحبا، الثمن مناسب، صافي الثمن مناسب وديما الجديد. بارك الله على بركه الله اخوتي. قبل ما نبداو هذا، الله يحفظك، قبل ما نبداو هذا الفيديو هذا ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، مع الاحباب ديالكم، ما تنساوش تصليوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. على بركه الله نبداو الفيديو ان شاء الله. الاخوان بالنسبه للبلاصه ديال سي انور راه كاين هنا، هذا هو المحل ديالو، وكاين هنا الرومبوا اللي جايين من احفير كيجيو هنا، واللي جايين من بركان كيجيو هنا، كيتلاقاو في هذا الرومبوا وكيمشيو مع هذا الطريق هذه اتجاه مدينه السعيديه. سي انور راه هو التالي كاع، هو الطرفاني، واللي بغى يدخل عنده الانستغرام انور فروي، النمره ديال التليفون هي هذه اللي بغى يتواصل معاه. ودروك نشوفوا واش كاين في الخضر والفواكه. بسم الله سي انور على بركه الله، باش نبداو؟ ونبداو بالباكور، هو اللي راه داخل عاد اليوم جديد. هذا النهار دخلتوه؟ هذا النهار الاول اللي غادي نخدمو. بارك الله اللهم بارك. الباكور، الباكور هذا ديال ميلي، ديال ميلي، الجهه ديال عين الرقاده. هكذا الباكور ديال ميلي، بحال الثمن ديالو؟ الثمن ديالو خويا سفيان راه داير 40 درهم. 40 درهم راك عارف اليوم عاد داخل، يعني الثمن يعني راه غادي وكينقص بشويه، يعني الدخول ما كيكون شويه طالع، ديما كيكون طالع وغادي وكيهود. هذا الباكور زينه والجوده تبارك الله. هكذا واش كاين اخر؟ التشين، شحال داير التشين؟ كاين التشين، كاين اللايت، هذا بالنسبه للماكله. واه هذا داير 13 درهم. بارك الله ما شاء الله، 13 درهم سلعه زينه. بارك الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك، عمره باللحم، واللحم والماء والحلاوه جوده ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم بارك. البرتقال البركاني، كاين السي سفيان المشماش، المشماش بسم الله، المشماش داير 13 درهم. 13 درهم المشماش، هذا اللوزي ديما، هذا المشماش، هذا المشماش هذا نتاع تافوغلت، هذا تافوغلت. بارك الله. والبرقوق، كاين البرقوق، هذا البرقوق هذا لا هذا ديال مكناس، ديال مكناس، هذا ديال مكناس، وكاين هذا البلدي، ها هو البلدي، هذا البلدي، هذا البلدي، هذا نتاع بركان، هذا برقوق بلدي، هذا الجهه نتاع كافي مور، هذا كاين غير البلدي، هذا ديال الجهه ديال كافي مور، هذا المشماش، هذا نتاع مكناس، هذا البرقوق ديال مكناس، هذا اللي داير بحال الشهيديه تبارك الله. هذا البرقوق ديال البلاد، هذاك البلدي، هذاك معروف، البرقوق البلدي، المشماش البلدي، ما كان غير البلدي. هذا الثمن ديالو 13 درهم، هذا 13 درهم، 13 درهم، هذا داير 15 درهم، هذا 15 درهم ديال المكناس تبارك الله. والحلاوه، الحلاوه على حسابي، الحلاوه مضمونه، الجوده والحلاوه كيما. هذا الخوخ، الخوخ شحال راه داير؟ سفيان الخوخ داير 10 درهم، الخوخ 10 درهم، 10 درهم ضانونه، ورطبه الحلاوه والماكله وعلى الشاشه طيبه تبارك الله. كاين هذا البرقوق، هذا البرقوق ديالنا، هذا 10 درهم بلدي، حتى هو بلدي، بلدي 10 درهم، هذا راه فيه طياب اكثر من الاخر، طيب على الاخر. هذا هو كاين عاود هذا المشماش، هذا المشماش المقلق اللي كيقولوا المشماش المقلق، هذا دابا راه في التالي ديالو تخريفه، تقريبا راه يخرف. شحال الثمن ديال هذا المشماش؟ هذا الثمن ديالو 10 درهم، 10 درهم، اللهم بارك، اللهم بارك. واش كاين اخر هنا؟ كاين الشهديه، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله، الشهديه هذه دايره 11 درهم، 11 درهم، 11 درهم الشهديه ما شاء الله. الحلاوه هذه والماكله، وبارده، تعرف كيراها دايره في الظل هنا ولا؟ مبرده، اللهم بارك، اللهم بارك. كاين حبل الملوك، الملوك شحال راه داير؟ حبل الملوك داير 30 درهم، 30 درهم، 30 درهم. الاخر سولتو قالوا لي 50 درهم، وعلى حسب دابا السلعه، كاين الكاليبر، كتكون على حسب الكاليبر وعلى حسب الجوده عاود. كاين هو كيبدا ديال السوق، كيبدا من 20 درهم حتى ل 50 درهم، حتى ل 50 درهم، اللهم بارك. دابا راه ود شويه، راه ود شويه، ويعني غادي يعاود من يبقى ينقص عاود غادي يبقى يزيد في الثمن. واه، ومين حنا في الاول كنا كنبيعوا ب 40 45 تبارك الله، دابا راه داير، هذا راه داير 30 درهم، 30 درهم، اللهم بارك، حاجه زينه. حبل الملوك، كاين صفرو، صفرو ضروري صفرو، لا مشماش عاود، مشماش
هنا البرقوق والحلزون دبوش. الحلزون دبوش شحال هذا الكيلو؟ حلزون السي سفيان كاين البقري، البقري 30 درهم. البقري 30 درهم. 30 درهم. واه كاين البكره. هذا شحال داير هذا؟ هذا العشاق ديالو. هذا 30 درهم. واه 30 درهم. هذا ملحم على البقري. ياك. كاين هذا البقري هذا ديال السدره. ديال السدره. ديال السدره هذا. 30 درهم 30 درهم. الجهه ديال المدى. تبارك الله. كاين هذا بكره العاود. 30 درهم حتى هو. كاين البقري هذو كاع 30 درهم. تبارك الله. اللهم بارك. وراه عندنا في بلاصه اخرى ليها زرق طونه و. كاين نشوفوهم. واه نشوفوهم. البطيخ شحال راه داير؟ البطيخ داير 7 دراهم اخويا. 7 دراهم. 7 دراهم. كاين السكر وكاين 4 كيلو وجيب 4 كيلو. كاين الجم كاين 3 كيلو ونص حتى 5 كيلو. حتى 5 كيلو تبارك الله. 5 كيلو حتى 5 ونص. ما شاء الله. والثمن ديالو؟ الثمن ديالو 7 دراهم. 7 دراهم قلت لي. كيف وكيف هذا؟ هذا 7 دراهم. هذا ديال من هذا؟ هذا ديال الجهه ديال بني ملال. بني ملال. بني ملال. تبارك الله. اللهم بارك. حنا هنا مازال عاد نتاع الشويحيه ونتاع المنطقه هنايا مازال عاد كفضولو راه معاد يلاه يلاه يغرسوا فيه. يا اخي الدليع شحال راه داير؟ الدليع جوج دراهم ونص. جوج دراهم ونص كيلو نتاع زاكوره. زاكوره. زاكوره والمليح. شبيه شحال تجيب؟ كاين اللي تجيب حتى 25 كيلو. 25 كيلو تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. الدليع الدليع معتبر في الطريق السعيديه. البوش هذا بشحال داير؟ كاين هادي بياضه دايره 20 درهم. بياضه واه 20 درهم هادي. 20 درهم. وكاينه زرقونه دايره 30 درهم. زرقونه 30 درهم. 30 درهم. هادي فيها اللحم كثر بهادي. هادي واه فيها اللحم كثر بهادي. هادي حتى المذاق بنينه على بياضه. واه كاينه هادي قموشه. قموشه. هادي قموشه دايره 20 درهم الكيلو. قموشه دايره 20 درهم. 20 درهم الكيلو. كنعاود بكره 30 درهم. 30 درهم. البقري دايره 30 درهم. 30 درهم. اللهم بارك. ثمينها باهي. حاجه صايمه ونتاع السدره كيما نقول. واه واه. تبارك الله. اوه درك نشوفوا الخضره من بعد ما شفنا الفروي درك نشوفوا الخضره. مطيشه شحال راه دايره؟ مطيشه سي سفيان دايره 7 دراهم. 7 دراهم. غادي نتاع البلاد نتاع بركان حنايا. ياك. واه نتاع بركان. تبارك الله. 7 دراهم. والثوم؟ الثوم دايره 25 درهم. 25 درهم باللي حبه تبارك الله ما شاء الله. الثوم حبه حاجه بلديه كيما نقولوا حمراء. ها انت شوف السوق. تبارك الله ما شاء الله. كاش. ما شاء الله. اللهم بارك وزيد في ذلك. 25 درهم. 25 درهم بلدية. لا كبيرة بلا ما تحلها باينة راه تعرف تسلها. الثوم الحمر. واه واه اللي باينة. شيء رائع. ما شاء الله. مرحبا. البطاطا. البطاطا دايرة 5 دراهم السي سفيان. 5 دراهم. هي ديال البلاد. 5 دراهم ديال البلاد. ديال بركان. كما تقرب العالمية الحوايج تاع بركان. الليم. الليم البيدو فيه 2 كيلو ورطل داير 10 دراهم. 10 دراهم. 10 دراهم. سوا مشي 10 دراهم. 2 كيلو يعني 4 دراهم الكيلو. 4 دراهم الكيلو. اللهم بارك وزد في ذلك. الشين هذا وهذاك بوحدو. هذا ديال العصير. ديال العصير واه. هذا يكون عامر بالماء. هذا عامر بالماء وحلاوه. حتى الاخر يعني فيه الماء وحلاوه. ولكن الاخر فيه اللحم كثر. هذا فيه اللحم كثر. باين هذا قشره رقيقه. هذا داير 9 دراهم الكيلو. 9 دراهم. 9 دراهم تبارك الله. اللهم بارك. هذه واش دايرها للبيع ولا دايرها غير لك انت؟ هذه للبيع. هذه اللي بغى هكا يزوق شي حاجه ولا يزوق المكتب ديالو ولا الدار ديالو. تبارك الله. هذه الشجره ديال الكرموس جوج شجرات. هادو جوج شجرات هادو غادي نغرسوهم. ها هو والدي. ايه دارت الحبه. هادي راه ابو ناصر. اللهم بارك. وهادي باكو. هادي باكو. الحبه هادو غادي نغرسوهم. الحبات ديالها. هما الحبات ديالها هنايا. راه مع هاد والدي. هادو نخليهم عندك. هادو غادي نغرسوهم غادي نخليهم. هادو كاين هنا شويه ديكورات. هذاك النخل. واه. ديال الديكور. ديكورات بالنسبه للديكورات. تبارك الله. ايوا مسعود كاين هنديه. الهنديه هذه صدقه. هذه الهنديه هي راه بدات تفرش راه فتحت. صدقه ياك ما دار قد ما. لا لا هذه فتحه هذه مزيان. اللهم بارك ان شاء الله ما يوقع لها والو. الاثمنه ديال هذا الصبار هذا كاين كل اثمنه وكل وحده والاثمنه ديالو بحال هذو الصغار هذو دايرين 15 درهم. 15 درهم كاملين. كاملين 15 درهم. وهنايا كاين تاع 50 درهم كاين تاع 40 درهم بحال الهنديه دايره 30 درهم. 30 درهم. كاين هذه دايره 60 درهم. تبارك الله. كاين هذه الصباره هذه دايره 70 درهم. 70 درهم هذيك كبيره وفيها بزاف. كبيره وهذه كتول. هذه كتول بزاف. كتولد وكتنقلهم هذو راه نقلناهم بها. واه واه تبارك الله. دير هذيك سميتو ديرها فين ما درتها تجي. كتجبدو كديرو في باز كيولي واه كيولي يصدق. تبارك الله. اللهم بارك. وهنايا هنا هذا بالنسبه للتزراب هذا كيقولوا له راس الغوله. راس؟ راس الغوله. راس الغوله. معروف كيجربوا به كيديروا ديكور هكا. ازليف طامزه. ها هادي. شلها. الله هذا المين يصلح هذا راس الغوله؟
هذا اخويا سفيان هذا كيجربوا به مثلا كديروا هكا ديكور على الجربه كدور به الجربه مثلا بحال الشكل ديال ازير بحال ازير بحال تقريبا بحال وهادشي الاخر هنايا كاين هذا هو ربعه غير ورب عادي كيعطي هكا الديكور كاين هذا الفيجل الفيجل هذا الفيجل هو وهذا كاين هذا فليو فليو واه فليو هذا هذا فليو بليو هذا فليو الحر الحر ودرت نقلت له النقله هنايا واه كيتنقل هنايا بارك الله وكاين هذا فليو فليو هذا المهم الاثمنه ديالهم كاملين هادو دايرين 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم يعني مما بغى بارك الله كاين ذاك هذاك راس الغوله كاين الورد كاين الفيجل كاين فليو وكاين النعناع الحر النعناع الحر النعناع الحر هذا كيديروا في الحريره مش بشويه يستعملوه بزاف شمو شمو اخوتي شمو من الريحه تبارك الله اللهم بارك كاين النعناع الحر بارك الله كاين الحبق الحبق شحال هذا؟ الناموس واه على حساب الناموس الحبق هذا داير 15 درهم وهذا الباز هذا داير 20 درهم هذا بوحدو 20 درهم بالنسبه للباز هذا زايد كيف في الثمن تاع الباز واه هو اللي غالي ايه الباز ديالو شحال حنا دايرين له 20 درهم وكاين الحبق بحال هكا في كيقولوا داير 10 دراهم 10 درهم راه عندنا فيها وراه فيها يعني ماشي غير نقله وحده راه فيها بزاف ديال لا فيها بزاف تقدروا كاع تنقلوا بها ولا عرفت كاين خير ربي تبارك الله كاين بزاف ديال بزاف هذا تقدر تنقلوا ديروا في لي بوخرين